زعله يا حبيبي، أكرم البدري هو اللي بيزعل. لو سمحت، هي هنا هنا الحطابة؟ أيوة دي الحطابة. أيوة بس هي دي الحطابة. السلام عليكم. السلام. هي دي الحطابة؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. هي دي الحطابة. مش عايزين هنا. في هنا حد عايز أسأل عن حد هنا. تسأل على مين يعني أنت؟ قالوا لي عند المسجد اليوسفي. ميدان الجامع اليوسفي هو ميدان الجامع اليوسفي. هنا أهو. يلا. اتفضلي يا ست نادية. شكرا يا عم بيوم. أرايس جمعة! أرايس جمعة! أيوه 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 يا بيومي. في ناس عاوزينك. طيب يا سيدي. نعم. السلام عليكم. نادية خير يا نادية؟ برضه حصل لها حاجة؟ هيحصل لها ايه؟ خلياني اكتر من اللي هي فيه. امال في ايه؟ امك كويسة؟ كلنا كويسين الحمد لله. انا بس كنت جاية عايزة اتكلم معاك وما كنتش عايزة ماما تسمع. طب تعالي تعالي اتفضلي تعالي. اقعدي يا بنتي. كنت عايز في ايه يا بيومي؟ انت مش وصلتها خلاص؟ ما اتكل على الله. مش عاوز حاجة؟ لا يا سيدي مش عايز حاجة من خليتك. اتفضل. ماشي. يلا يا بيومي. ده انت سيدي. نعم يا ستي، عايز تتكلم عن عزوز؟ ايوه يا خالي. عزوز من ساعة ما سافر وهو لا حس ولا خبر. بصراحة خايفة يكون جرى له حاجة. هيجرى له ايه؟ الراجل قاعد هناك في وسط اهله. هو ده اللي مخوفني. طب وايه اللي يخوفك في كده؟ عشان عزوز ممكن يتقتل هناك. ايه؟ انت بتقولي ايه؟ خل عزوز كان هنا، كان هربان ودلوقتي رجع لهم البلد. عزوز كان عليه طار وراح يقدم كفن. عليه طار؟ عشان كده بقى حسن ما كانش موافق على الجواز. حسن ما بقيناش عارفين ولا هو كمان عرفنا؟ ايوه يا خل. خل انا خايفه عزوز يكون جرى له حاجه، مش هسامح نفسي. طب وانت مالك؟ مالي ازاي بس؟ ما الراجل كان عايش في وسطينا وكان زي الفل. أنا اللي فضلت أزن على دماغه وأزن على دماغه لغاية ما راح لهم بنفسه. يا بنتي فوقي، وعزوز ده عيل صغير هتخزيه فهيعمل حاجة غصب عنه؟ أنا قعدت مع عزوز اللي أنا فهمته من كلامي معاه إن هو ناوي يعمل حاجة، يعني أكيد اللي عمله ده برغبته قبل ما تبقى رغبتك. مش عارفة أقول لك إيه، بس واضح كده إن بيتنا ده مش مكتوب له الفرح. يا ساتر يا رب، ما تسبقيش الأحداث، استني لغاية ما إيه يا خير؟ عزوز مش راجع وحسن كمان مش راجع. عزوز زمانه اتقتل وحسن لو رجع هيرجع ورا مصيبه. يا بنتي ما تفوليش على اخوكي بالطريقه دي. مصيبه ايه بس اللي هتبقى وراها كفل الشر؟ انا بتكلم على الفلوس اللي لقيتها في اوضته يا خال. ايه؟ فلوس؟ اليوم اللي حسن سافر فيه وحصل اللي حصل لورد، لقيت في اوضه حسن كرتونه مليانه فلوس. فلوس كتير قوي يا خال. طب انت ما سألتيش حسن على الفلوس دي ليه؟ ما هو الكلام ده بعد ما سافر. حد عارف حسن جاب الفلوس دي منين ولا وراها ايه؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. حسن اتبدل يا خال. ما بقاش اخويا اللي اعرفه واتربيت معاه. مين حسن اللي جه اخر مره ده؟ انا اعرفه؟ امه او ورد يعرفوه؟ انت عرفته يا خال؟ والله يا بنت انا ما عارف اقول لك ايه. بس برضه جوايا احساس بيقول ان حسن راجع وعزوز كمان راجع. بكره تشوفي ان شاء الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. الله اكبر ولا حول ولا قوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سيدنا الشيخ؟ الحمد لله يا ابني. خير؟ في ايه؟ ده ميدان مسجد اليوسفي. ايوه هو ده ميدان يوسف. عايز بيت ستة. بيت ستة. بيت ستة. ايوه. عاوز مين في بيت ستة؟
حسن الرشيدي. حسن الرشيدي؟ ايوه فوق اهو، اطلع له فوق على طول. شايف انا بقول لك فين؟ شايف فين؟ شايف ايدي فين؟ ايوه ايوه يلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو، ايوه بلتهوش. لا انا نازل في مسيون. طيب هفكر هفكر. سلام. خلاص يا حسن، انا دفيت البيت، ممكن تقلع جاكيت لو عايز. مالك يا حسن؟ ماليش، مفيش حاجة. وانت قابلت أكرم؟ وانا قابله فين؟ انا اخر مره قابلته كان عندك هنا، والكلام خلص ومش هتتكرر تاني. ما رحت فين ومشغول عني؟ ما رحتش في حته، انا واقف مكاني في نفس النقطه، رجليه مربوطه بسلاسل، حتى رجليه دي فكت. بعمل حاجه غصب عني ومش حبيبها، مفيش قدامي حاجه من الاتنين، يختار نفسي يختار غيري. الدنيا ما بتدناش فرصة نختار غير في الحاجات اللي احنا مش عايزينها، وما بتسيبناش غير طريقين للأسف، الاتنين أسوأ من بعض. مالهمش تالت، هي الدنيا كده يا حسن، خدها كده زي ما هي بدل ما تاخدك هي. ده لحد امتى؟ لحد ما يبقى عندنا فرصة ان احنا نقول لأ، كفاية كده، ونرسم بقى طريق جديد حلو اللي احنا عايزينه، ونسيب الطريقين اللي اتفرضوا علينا. خلاص انا مش عايز اعرف مالك، عشان بصراحه مش عايز اضايقك اكتر من كده، بس عشان خاطري ما تزعلش نفسك، ما بحبش اشوفك كده. انا مش عايز اضايقك، بس انا عايز امشي.
البقاء لله يا جماعة. البقاء لله يا ماما. تفتكر ان دي حادثة عادية يا أكرم؟ وإيه اللي يخلينا نفكر في غير كده يعني؟ بص لي يا أكرم، خير يا ماما، تحت أمرك. أنا ما أفتكرش إن نورهان تموت في حادثة عادية زي دي. وليه لأ؟ ما الناس بتموت في الشوارع كل يوم، طرق بايظة وخدمات إسعاف معدومة. ليه بقى لما تيجي لعندنا ما نصدقهاش وندور على ألف سبب تاني؟ بالبساطة دي. هو أبسط من كده يا ماما. الموت في مصر خلاص فقد قيمته، فقد هيبته وجلاله كده. الناس بقت بتموت الصبح عشان ناس تانية بالليل تتريق عليهم وتطلع عليهم نكت. وأنا مش هسمح إن بنتي تبقى نكتة لحد، ولو اتأكدت يا أكرم إنك لك يد في الموضوع. أنا مقدر طبعًا الحالة اللي أنتِ فيها وحاسس باللي جواكي. مش هتحس ان لما تشوف ابنك قدام عينك وما انتش قادر توصل له. ورحمة بنتي لو اتأكدت ما هتشوف ابنك طول ما انا عايشة. انتي تعبانة يا ماما، تعبانة بجد، محتاجة تستريحي كده وترتاحي، وبلاش تقولي كلام غلط عشان انتي عارفة ان انا زعلي وحش. نورهان ماتت، إنما أنا مش هسيب حقها يروح أبداً. محدش بيسيب حقه يا ماما. البقاء لله. عن إذنك. خلاص يا حسن، لقيت الفكرة اللي هتخلينا نفضل مع بعض على طول. ايه بقى؟ هتربطيني في الترابيزة؟ أنا ما بهركش، أنا بتكلم بجد. بفكر نعمل مع بعض مشروع. مشروع ايه؟ مركز صيانة يخوت في شرم الشيخ أو الغردقة. ايه رأيك؟ رأيي في ايه؟ ايه اللي هيخليني أرجع أصلح يخوت تاني؟ غريبة، مش ده تخصصك أصلاً ولا أنت نسيت؟ لا ما نسيتش، بس يعني مشروع زي ده اكيد محتاج فلوس كتير. طب ما انا بقول لك يا حسن، هنعمل شركه، انا هدخل بفلوسي وانت بمجهودك وقدرتك للشركه. وانت ايه اللي خليك تعملي كده؟ عايزه اشاركك كل حاجه، يومك، حياتك، شغلك. في عندك مشكلة؟ لا ما عنديش مشكلة، بس عشان أقصر عليك الطريق. أنا لنفعك في المشاريع ولا في حب. ليه بتقول كده حسن؟ عشان أعرف نفسي وعارف أنا وصلت لإيه. وأنا عايزك زي ما أنت، هقبلك بكل كلمة أنت بتقولها مهما قلت ومهما عملت، وعايز حد يقبلني زي ما أنا. خد سيجارتك، اشرب كاسك وكل، مش عايز أسمع منك الكلام ده تاني. بتدور على إبرة في قماش، كل الوشوش دي محتاج تبص فيها مرة واتنين ويمكن تلاتة علشان تلاقيه. المشكلة إنك حاسس حالك غريب عنهم، وهم كمان حاسين بكده.
هما اللي بيبصوا لك ويستغربوك، كأنهم هما اللي بيدوروا فيك على روحهم ويقولوا لقينا واحد حي وسط كل الأموات اللي فاكرين نفسهم عايشين. علي، يمكن هي كده. علي، علي انت كويس؟ علي مالك فيه؟ لا مفيش. مفيش ايه؟ انت مش شايف انت عامل ازاي يا ابني؟ برضو موضوع حسن صح؟ طب سألت في المصنع؟ ما قالولكش اي حاجة اي تفاصيل؟ سألت قالولك ايه؟ قالولي كان شغال عندنا وبعد كده اترفض وما يعرفوش عنه اي حاجة. طب على الاقل ما قالولكش اترفض امتى، اترفض ليه، ايه اللي حصل؟ ما قالوش اي حاجة. أنا تعبان. تعبان. المدينة دي بتبهدلني. عشان كده كنت أخاف أنزل هنا. بس المرة دي مش بإيدي. أنا لو ما كملتش اللي جاي عشانه في بني آدم هتموت. أنا ليه حاسة الموضوع بتاع حسن دوت أكبر من أنت بتعمل إيه؟ في إيه فاهمة؟ الموضوع ده مسيطر على كل حياتي. حسن بقى بالنسبة لي هو بطل روايتي. كل خطوة وخطيها وأنا بدور على حسن بحس إني بكتب سطر في الرواية. فهمتيني؟ أنا مش فاهمة أي حاجة. ان شاء الله هتوصل وكل حاجه هتبقى تمام. بقول لك ايه، انا همشي دلوقتي. لو احتجت مني اي حاجه اتصل بيا. خلي بالك من نفسك وابقى كويس. اخر مره بصيت في عينك يا حسن ما شفتش نفسي، ما بقتش فاهمه انت مين وليه بقيت كده. كل خطوة كنت بقربها منك زمان كانت بتأكد لي إن أنا عايشة بيك، لكن دلوقتي كل ما بقرب منك ما بلاقيش غير أسئلة وحيرة. أنت بقيت مين يا حسن؟ هترجع لي إمتى؟ يا أستاذ افتح، أنا عارف إنك جوه. افتح الباب. وانت عرفت منين انني جوه؟ ما انت بتكلمني اهو. افتح الباب يا حسن، افتح الباب. انا مش حسن. وانت تعرف حسن من ايه؟ انا بلدياته وصاحبه. صاحبه يا ابني افتح الباب. بلدياته وصاحبه. يا اهلا يا اهلا يا سهلا يا اهلا يا خطوه عزيزه. اتفضل اتفضل تعال، انا هعمل لك شاي في السرير. لا 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 مش عايز. طب اتفضل اتفضل يا خطوه عزيزه. يا بلديات حسن. الله، اتفضل يا استاذ اتفضل. وقول لي بقى كنت عايز حسن في ايه؟ عايزه في موضوع عائلي شخصي. لازم اكلم مع حسن لوحده. ايه موضوع عائلي؟ ما هو انا لازم اعرف الموضوع ده ايه. ماني وحسن اصحاب واخوات الروح بالروح، واللي يمسه يمسني. أنا قلت لك الموضوع عائلي خاص، يعني لازم أتكلم مع حسن مباشرة. لو كنت بدرت 10 دقايق كنت لحقته. هيرجع إمتى؟ جايز النهاردة أو جايز بكرة أو جايز كمان أسبوع. حسن شغله واخد كل وقته. شو اترفض من الشركة؟ شركي؟
شركة إيه؟ مش أنت لسه قايل إن أنت وحسن زمايل في الشغل؟ لا أنا اتعرفت على حسن في السجن. سجن؟ سجن؟ أنا قلت سجن؟ أيوه لسه قايل سجن. لا أنت اللي قلتها، أنت مش واخد بالك من كلامك. هو حسن السجن ولا إيه؟ أنت عمال تطرش في الكلام كده. أنت اللي قلت سجن من شوية. يقطعك، يقطعك يا عم معطي ويقطع لسانك يا أستاذ. أنا مظلوم، أنا اتسجنت غلط وحسن كمان مظلوم. أنا معرفش إيه اللي رماه الرمي السودة دي، بس أنا لولا حسن كان زماني لسه فرخة وبشيل. بتشيل إيه؟ إيه؟ ده موضوع عائلي مالكش فيه. حسن ده ابن ناس ومتربي. حسن ده أجدع واحد في الدنيا. ده كان بيشيل مني كل رزالة المساجين اللي كانوا موجودين، وأنا هروح أعمل لك شاي دلوقتي. مين ورد يا حسن؟ انت جبت الاسم ده منين؟ انت كنت بتقوله وانت نايم. هتلاقيه حلم او حاجه كده يعني اكيد. لا يا حسن، ورد كانت اكبر حاجه عشتها في حياتك، علشان كده اسمها مراحش من خيالك حتى وانت نايم. ورد دي كان حب قديم، حكاية واترمت ورا ظهري زي كل حاجة اتنست في اسكندرية. بس انت كنت بتحلم بيها يا حسن، معقولة بعد المدة دي كلها لسه بتحبها؟ وردة بقت ذكرى. خير يا عمرو بيه؟ لا طالما ضحكت بقى يبقى اكيد في اخبار كويسه صح؟ ده انت اللي شكلها راحت عليك يا اكرم، ما بقتش تعرف تفرق ما بين الاخبار وما بين الاستدعاء. استدعاء؟ طب خير يا عمرو؟ الباقي في حياتك اولا. مش عارف اقول لك في مراتك ولا في صاحبك. في الحقيقة الحادثة كانت مؤسفة لينا كلنا. الحمد لله على كل شيء. حياتك الباقي يا عمرو كتر خيرك. هي الدنيا كده. الدنيا كده يا عمرو. بتخطف أعز الناس. الدنيا ولا اللي فيها أكرم؟ مش فاهمك. مش فاهم. لو حاولت تتخيل الحديث اللي كان ما بيني وما بين الباشا عنك وعن الحادثة دي بالذات، مش هتصدق أكرم ضيعنا قد إيه من وقت الباشا امبارح. والباشا إيه اللي يشغله بموضوع زي ده؟ مش فاهمه.
اهو بقى زي ما تقول كده، ما بيحبش حد من رجالته يموت من غير اوامره حتى لو كانت حادثه قدريه. طيب والباشا يعني وصل لحاجه ولا ما وصلش؟ وجودك النهارده معناه ايه؟ ما تخش في الموضوع على طول يا عمرو، عشان انا اللف والدوران ما بحبوش. هو الباشا شاكك ان انا ليا دخل بالموضوع ده؟ الباشا اكرم ما بيشكش، الباشا بيتاكد. وبالرغم من ان انا اللي كنت شاكك، انما دلوقتي اتاكدت. حرام عليكم، دي مراتي يا عمرو، مراتي، ام ابني وصاحبي. معقول انا هقتل مراتي ام ابني؟ ليه بتعملوا كده؟ هو كل حاجه تحصل في مصر يبقى من تحت راس اكرم البدري؟ حتى لو كانت حاجه مش منطقيه؟ حرام عليكم بقى. ما تلعبش علينا يا اكرم، الباشا من الصغير عشان لعبه وسخه زي دي تخيل عليه. الباشا حطك انت ومراتك وعادل وكلنا في قبضه ايده، والامور اللي انت فاكر ان انت بتعملها من وراه بتبقى اصلا من تحت عينه، ومعنى ان هي حصلت يبقى هو عداها ان هي تحصل. طيب حدد لي معاه ميعاد وانا احاول يعني. مش هتلحق، صف اللي باقي من شغلك يا اكرم وسيب البلد بدل ما تسيب الدنيا كلها. صدقني يا اكرم الباشا مش هيصبر عليك اكتر من كده، وهتبقى بطريقه اهون من اللي مات بيها صاحبك. سألت عليه في المصنع الشغال فيه، قالوا لي اترفد منه. مش عارف الاقي له اي سك، حاسس كده اني كاني في روايه وتايه فيها. طب والراجل اللي انت رحت له ده ما فهمتش منه اي حاجه؟ لا لا، ده مجنون، ده راجل غريب. معرفش اول ما سالته عن حسن الرشيدي ابتدى يقول. حسن الرشيدي؟ هو انتوا بترموا في ايه يا جماعه؟ بنتكلم مع حد اسمه حسن رشيدي، وكنت عايزه في موضوع كده. مش ده المهندس بتاع اسكندريه؟ انت تعرفه يا اسلام؟ ايوه، ده كان معايا في السجن. اول ما دخل كان غلبان كده، وبعد كده دور الضرب في كل على طاوله السجن. انت متاكد من الكلام ده؟ حسن الرشيدي؟ ايوه، كان جرر معاه واد اسمه عبد المعطي. هو ده عبد المعطي اللي قلت لك عنه، راجل مجنون وغريب، ده اللي قابلته في السيده اسمه. ايوه يبقى اكيد هو. طب يعني هو لسه مسجون؟ لا، ده الغريب. كانت في واحده ست كده اسمها ذكرى، كانوا بيقولوا عليها ست واصله، بتيجي تسيب الفلوس في الكانتين، وبعد كده فجاه خد براءه هو والواد عبد المعطي ده، ومحدش لغايه دلوقتي عارف هو خرج ليه. بقول لك ايه؟ انا رايح اعمل الحوار اللي قلت لك عليه. ماشي؟ طيب خلاص، وكلمني. ماشي، باي باي. ايه موضوع الست اللي اسمها ذكرى دي؟ علي، علي انت رحت فين؟ ما رحتش، بس بفكر كده في ذكرى دي، وبفكر بقول لك ايه، فكر بقى براحتك، ولما توصل اي حاجه ابقى كلمني عشان لازم امشي دلوقتي. تمام؟ هو حسن كان بيعرف واحدة اسمها ذكرى؟ ايوه ما الست ذكرى، الست دي كانت ست كمل، هي اللي كانت مظبطة حسن في السجن، وحسن كان مظبطني. ايوه امال، ما انا صاحبه واخوه، كانت بتحط له فلوس في الكانتين واحنا بنجيب بيها اللي احنا عايزينه. عارف عنوانها؟ لا وربنا ما عرفه، حسن حكى لي كل حاجة ما عدا عنوان الست ده. هي اسمع، ده عنوان البنسيون اللي انا نازل فيه، ودي نمرة تليفوني، اول ما يجي حسن خليه يكلمني. وعايز استاذنك هاخد الورقة المكتوب عليها اسم ذكرى دي. هو مش انت بلدياته؟ ايوه. خلاص تبقى حبيبه وحبيبي. اتفضل. طب والشاب؟ عايز ايه يا اكرم؟ مش خلاص خلصنا؟ لسه شويه. ايه يا ابو علي؟
زهقت من الشغل معايا ولا ايه؟ شغلانه وخلصت. وقلت لك لو جيت لك تاني هتزعل. سيبك بس من الكلام ده. انت عجبتني قوي الصراحه. عجبتني. نفذت الحادثه بتاعت عادل ونورهان بمنتهى الحرفنه. وده بقى اللي شجعني واكد لي ان انا اقدر اطلب منك الكبيره. الكبيره؟ غريبة يا ادم. وانت فاكرني قتل قتله؟ حسن رشيد اللي انت غرقت ايده بالدم مش هعمل لك حاجه تاني. غرقت ايده بالدم. الله الله على المصطلحات يا ابو علي. وده بقى على اساس ايه؟ انك كنت شريف قبل كده لا سمح الله؟ اوعى تكون يلا فاكر ان الحركه الخايبه اللي عملتها زمان في المينا لما وقفت لي شغلي ورجعت مشيته تاني انها كانت ممكن تخير عليا. انا عديتها بمزاجي. قلت وماله؟ اهو قرد وبيلعب. مسيري في يوم احتاجه ونططه. وده اللي حصل. ومش بس كده. اوعى تكون فاكر ان كنت مديلك ظهري وانت حاطط عينك على ذكرى ومن اول يوم. لعبتها صح يا ولا. قلت تسرقها من تحت ايدي وتروح لها وتجيلك وتشوفها وتشوفك وتطلع كمان تبات عندها وتعمل الواجب. خلصت الكلام. عايز مني ايه؟ مبدئيا نغمة الشريف دي تنساها خالص. ما اسمعهاش. عشان احنا الاتنين وسخين زي بعض يا حسن. وسخين زي بعض بالظبط. وايدك اللي طالتها الدم عادي يا حبيب قلبي لما تطولها تاني مفيش مشكله. وانا قلت لك 100 مره مش هعمل لك حاجه تاني. طب اقول لك ايه يا ابو علي؟ خد كده حبيب قلبي اسمع المكالمه دي وبعدين ابقى قرر. One for the road. اتفضل ما تكسفش. أنتي بليز without sugar عشان المنايل اللي اسمه الدايت. مرهق قوي الدايت ده يا أنكل. اه مرهق. سوري يا أبو علي مش عارف أقول لك إيه. بيتكو تحفة very local ما فيهوش دايت شوكر. طب خد أنكل عايز يسلم عليك. سونسو بيبي يا ابني اهدي يا امين استغفر بالله. ايوه يا حسن. طب قول له قفل الموبايل بتاعه ليه؟ انت بخير يا حبيبي؟ لا تمام يا خال. انتوا كويسين؟ بقول لك يا جمعه نقول له على ورد ولا بلاش؟ احنا كلنا بخير، كلنا بخير يا حسن. طب قول له يفتح الموبايل عايز اكلمه. طمن قلبك انت يا حبيبي بس وبص لمستقبلك. يا جمعه انت بخير يا حبيبي المهم. سوري يا انكل الشحن بقى على واحده ونص. قصدي على شرط النص. حسن ابني كويس يا جمعه؟ اه الحمد لله. يا ابو علي طيب يلا بقى وتعالى لنا بالسلامه. على فكره قبلات اشواق احضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر الله العظيم يا رب. علامه الساعه والله علامه الساعه. تليفون يا صاحبي. ها قلتي ايه؟ ناوي تمشي برضو ولا هتقعد وتهدى كده وتسمع الكلام؟ وراح من ابويا اكرم بدري. لو جيت جنب حد من اهلي دمك هيبقى على ايدي المره الجايه. انت فاهم ولا لا؟ انت حبيبي اللي هتعمل كده مش انا. انت اللي هتاذيهم وهتاذينا كلنا. عشان مليون مرة وانت مش عاوز تصدق. كلنا في مركب واحد. ممنوع حد ينطو يا رب. مستحيل. هي عملية واحدة. وبعدها هنرتاح كلنا.
صدقني يا حسن دي اخر مره، ورحمه ماما اخر مره، ما بحلفش بالغاليه كده. اخلص. عايز مني ايه؟ هقول لك. الباشا وذكرى. والله بتعب في التفكير يا ماما، بتعب. على رمش عيونها قابلتها طرع قلبي مني وقلبي هوا، على رمش عيونها قابلتها طرع قلبي مني وقلبي هوا، وانا ياللي كنت طبيب الهوى والاهل العشق ببيع الدوا، من نظرة لقيتني صارع الهوى، من نظرة لقيتني صارع الهوى. يا يا بوي يا بنت في ايه؟ بعمل لي فقره عشان عيد ميلادي. كسفتني يا حسن. الله حق عليا يعني. عارف يا حسن وانا جنبك بحس ان انا ماسكه ايد ابويا، مش عايزاه يبعد عني ابدا، خايفه يروح وما يرجعش. ابوكي؟ ابوكي يا بنت، هو انت تتجوزيني ولا هتتربي في عزي؟ الاثنين يا حسن، انت حبيبي ونور عيني، وانت ابويا وضهري وسندي، لما الدنيا تقسى عليا ما بلاقيش غير حضنك انت بس يا حسن. عارف لولا ماما امينه كمان كان زماني بقول لك انا كمان مامتك. طب ما انت امي يا بنت فاهم، على الاقل ماما امينه جابت في الدنيا دي، شفت كل حاجه وحشه وكل حاجه حلوه، معاكي ما بشوفش غير كل حاجه حلوه. طب وعدني يا حسن انت عمرك ما هتبعد عني، وعدني قدام البحر دوت لحد ما هو كمان يسر. اوعدك وحياه البحر ده وحياه ورد اللي اغلى حاجه في حياتي، عمري ما هبعد عنك ابدا. حسن يا ابو علي صباح الخير. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي ايوه حنان خير، في حاجه جديده عندك؟ الاسبا تمام، بس في حاجه حصلت كده كنت عايزه اقول لك عليها. طب يلا قولي اللي عندك. في واحد بيسال على حسن. واحد مين يعني؟ معرفش. متعرفوش يعني ايه؟
اسمه ايه؟ شكله ايه؟ اسمه علي. علي؟ طب بقولك ايه؟ اديله عنوان الفيلا وخليه يجي على هنا بسرعة، يمشي من عندك. ها؟ يلا باي. انت تسمع وانت ساكت. وبعدين بقى يا اكرم؟ صالح. ايوه. ما تنطقش، ما اسمعش صوتك. اوكي. وزي ما قلت لك يا ابو علي، الموضوع ده مش سهل كده زي الحادثه بتاعت عادل ونورهان. لا، صعب جدا. الباشا ده اساسا مش هتعرف توصل لعربيته، مش توصل له هو شخصيا. عشان كده زي ما بقول لك، لازم تبقى راكب فوق دماغه، لازم تقتله بنفسك فيس تو فيس. فيس تو فيس ده الباشا. طب ازاي بقى هوصل فوق دماغ الباشا وهو معاه طقم الحراسه ده كله؟ اذا كان انت ما كنتش بعرف اوصل لك، مش حال بقى الباشا. علشان كده جبنا سعادتك يا استاذ حسن. هو انا مش قايل لك ما تنطقش؟ ايوه. يبقى تخرس. اوكي. بص يا ابو علي، مفيش عقده وملهاش حل، بس قبل ما نتكلم في الحل لازم نجيب العقده كده ونفصصها وندرسها كويس قوي، وبعدين نتكلم في الحل. ماشي؟ ماشي يا أكرم، بس لازم أعرف كل حاجة. يعني بيروح فين؟ مواعيده؟ بياكل إيه ومع مين؟ بيروح فين؟ بيفصل بدله عند مين؟ الأماكن اللي بيستجم فيها؟ مفيش حد ما عندوش نقطة ضعف، بس عشان نعرفها لازم نعرف كل حاجة عنه، كل حاجة يا أكرم. مش هينفع نغلط غلطة مع الباشا، أنت فاهم؟ قول، ما إحنا في فصل. سوري يا إكسلانس، شوف الباشا مش زي أي راجل عادي. الباشا قلوب جدا وشكاك في اي حاجه ليها علاقه بالامن، ولحد سنه 97 كان طقم الحراسه بتاعته من روسيا، ولما ماتت شخصيه كبيره في روسيا ليها نفس طقم الحراسه اللي مصدراه نفس الشركه للباشا، الباشا اتشائم وطردهم من مصر واستبدلهم بطقم حراسه من امريكا. وعلى فكره الباشا بيغيرهم كل 6 شهور. الباشا لا يامن حد يقعد معاه اكتر من كده. ممكن يشتروهم. اما بقى بالنسبه لجدول مواعيد الباشا، ده بقى عمره ما بيبقى نهائي الا قبل ما يتحرك ب3 دقايق، حتى لو كان رايح سبا عشان يستجم. والوحيد اللي عارف عنه كل المعلومات هو عمرو مدير اعماله، والراجل ده بقى بالذات ما بيغلطش. اما بقى طقم الحراسه بتاعه يا جدعان، هو انتوا بتعقدوا الموضوع اللي بتحلوه؟ لو فاكر ان انا داخل اعمل عمليه انتحاريه وافجر نفسي تبقى غلطان، تبقى اتجننت يا اكرم. يا ابني يا باشمهندس حسن، يا ابني يا استاذ حسن، ما احنا لازم نقول لك المعلومات دي علشان نعرف نخطط. ولا تحب نسيبك على عماك؟ نسيبك تلبس؟ وعلى فكره لازم يبقى معاك 2 تانيين غيرك، بس يكونوا زيك بالظبط، ما لهمش اي صله بيا. متقلقش، عندي. المهم انت بس تكون عارف هننفس ازاي. عارف ولا هترمينا في النار؟ عارف. ذكرى. لسه تعبان؟ لا، بقيت احسن كتير. ممكن يا صحبتي. سخنة شوية. أول ما نخرج من هنا هديكي فيتامين. ممكن واخدة برد أو حاجة زي كده. ليه ليه؟ حنان قالت لي ان في حد سأل عليا في السبا. انا عارفه ان انت، بس بصراحه كنت فاكراك شاب صغير، وانت قدامي راجل. انا علي، علي الدكتور علي. اهلا وسهلا. اهلا.
اتفضل. متشكر. تأمري بحاجة تانية من المذاكرة؟ لا. أقدر أساعدك فيه. شكرا. عايز أعرف مكان حسن. ومين قالك إن أنا أعرف مكان؟ أنت مش كنتي بتزوري في السجن؟ أيوه كانت بتزوري في السجن. بس حسن عمره ما كلمني عن حد اسمه علي. يعني أنت عارفة مكانه. حسن ما حدش بيعرف يلاقيه إلا بمزاجه. اشرب قهوتك. ما قلتليش أنت عايزه في إيه؟ عايزه في مالك؟ معلش الحمام فين؟ الحمام فين لو سمحتي؟ تعبانة شوية لسه. الو شكلك في ورطة. ورطة ايه؟ تستهبل؟ مش عارفة انتي حالك اللي قاعد بره بقى ولا من حد تاني؟ ما تقولوش حاجة. كنت متأكدة. راجل نظيف. تعبانة؟ مش لازم دلوقتي بس ده عشان انتي تتأكدي. لا لسه ما وصلتش لحاجة. لا حسن متورط كده علاقات غريبة وناس ما اعرفش. مش مهم في خيط وان شاء الله همشي وراه. المهم ورد عامله ايه؟ حالتها زي ما هي مفيش اي تحسن. ارجوك يا دكتور اقعد معاها كلمها هي سامعاك. قول لها علي مش هيرجع الا مع حسن. شكرا. سمية عاملة ايه؟ كويس ما تقلقش. هو اللي انت بتكلمه ده قريب حسن؟ ده زميلي في المستشفى مسؤول عن حالة خطيبة حسن. هي مالها؟ تعبانة أوي في حالة غيبوبة مش هتخرج منها إلا لو حسن رجع لها. شكلها إيه ورد؟ ورد خطيبة حسن اللي أنت لسه قايل اسمها. أنا ما قلتش اسمها. شروق. شكلها يحس وهي راقدة في السرير بين الحياة والموت. طبوني بحاجة يا فندم؟ جثة من غير روح. أنا مش هسيب ورد كده. مش هسيبها. امشي. انت تعرفها منين؟ كانت بتكتب
بتكتب لي روايتي في المطبعة. اه بتألف روايات، دكتور وسايب شغله وجاي من اسكندرية للقاهرة علشان يساعد حسن اللي هو لا صاحبه ولا قريبه، عشان خاطر ورد. طب ليه؟ عشان ورد ما تستاهلش اللي حصل لها. ورد زيها زي أي بنت، حلمت تلبس الأبيض وتعيش هي وحبيبها في بيت واحد، حبيبها اللي سابها وخد حياتها معاه، عشان كده لازم يرجع. وانت ايه اللي مخليك متأكد ان اللي هي فيه ده كله بسبب حسن؟ انت عارفها كويس؟ عارف قد ايه هي بتحب حسن، ورجوعه هو اللي هيرجع لها حياتها. فين الطب يا دكتور؟ انت مصدق الكلام ده؟ انا مصدق في الحب اللي اقوى من الطب والأدوية، الحب اللي عايشها واللي موتها واللي هيرجعها تاني. أرجوكي، أنا عايز أي معلومة، أي معلومة. أنت كنت بتساعدي حسن اللي هو في السجن. ردك مين؟ وقف جنبي وساعدني برغم إن هو ما كانش عارفني كويس، بس في المقابل خسر كتير. فاهم؟ أكيد أكرم عمل فيه حاجة. أكرم مين؟ أكرم البدري، أنت ما تعرفوش؟ لا ما أعرفوش. رجل أعمال مشهور. حسن كان بيشتغل معايا. وإزاي قدر أوصل له؟ أنت يا حسن؟ تعالي اقعدي. أنا عايزة أروح. استأذنك بس قبل ما تمشي. اتفضل. اكتب لي رقم تليفونك. حاضر. وعنوان اهله، يمكن يعني يبقوا محتاجين مساعده او اقدر اعمل حاجه. اهو ثانيه واحده، هكتب لك تليفون اكرم البدري، شوف هتقدر توصل معايا ايه. أجدع كوبايتين شاي في الدنيا. اتفضل يا أبو علي. بقول لك يا عم معطي، كنت عايز أتكلم معاك في كلمتين. خير يا حسن؟ أنا شايف البنك فلوس باسمي. الفلوس دي بتعمل حسابي يعني عشان أمي وعشان ورد وعشان نادية وابن شوية. الورق بتاع البنك كله في ظرف جوه الدولاب. طب وأنا إيه علاقتي؟ اسمعني بس. انا كمان عامل حسابك في قرشين، هي حاجه تامن لك الدنيا، مش خليك محتاج لاي حاجه خالص. وربنا انا قلبي كان حاسس ان غيابك ده وراه مصيبه. ربنا يستر يا عم معطي، بس اسمع، الفلوس دي امانه لازم توصلها عبد المعطي. رقبتي يا حسن. في موضوع تاني عايز اكلمك فيه. انا معايا شغلانه جديده، بس شغلانه مش سهله. عايز موجود معايا ماشي، مش عايز براحتك، مش هخصبك على حاجه. عيب يا حسن، هو اني عمري اتاخرت عليك في حاجه؟ هو اني نادل عشان انسى وقفتك جنبي؟ هي ايه الشغلانه ده؟ هي بعدين هتعرف كل حاجه في وقتها. ماشي. الا صحيح حسن، في واحد وجه سال عليك. واحد مين؟ بقول اسمه علي، الدكتور علي، وبيشتغل تمرجي. علي ايه والدكتور ايه؟ هو انا مش منبه عليك مليون مره ما تفتحش الباب لمخلوق؟ حسن انا وربنا ما فتحت له الا لما قال لي ان هو من بلدياتك. يا عبد المعطي انا خايف عليك، احنا مش عايزين حد يعرف ان احنا قاعدين هنا. يا عبد المعطي بتفتح الباب ليه؟ يا حسن انا عارف الكلام ده كله، بس هو قال لي ان فيه موضوع بيخص اهلك لازم يقوله لك، بس حاولت اعرف منه، بس هو كان حويط. ما سابش تليفونه، ما سابش عنوانه، ما قالش قاعد فين، ساكن فين. ايوه ساب لي عنوانه وساب لي تليفونه. استنى اخش اجيبه لك. عم معطي الراجل ده جه قبل كده ولا دي اول مره يجي؟
لا يا حسن، دي اول مره يجي. اول مره عبد المعطي. هجيب لك التليفون. يا استاذ انا عايزك بس تدلني عليه، او لو تعرف اي حد يدلني عليه وانا اخده معايا اسكندريه. ماشي ماشي يا دوك، انا هبقى اتاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده. يا ريت يطلع الكلام الخايب اللي انت بتقوله ده صحيح، يا ريت فعلا يطلع لحسن الرشيد حبيبه بيخاف عليها وبتحبه لدرجه انه لما يبعد عنها تخش في كومه. الله. دي حاجه لذيذه خالص. عفوا يا دكتور، عفوا حضرتك يا استاذ، بس ايه الحاجه الجميله؟ ده انا بقول لك خطيبته عيانه قوي وفي حاله تجمد وتعبانه. بالنسبه لي انا حاجه جميله. وبعدين مالكش دعوه انت، انت تقدر تتكل على الله، وانا لو وصلت له هبلغك، وانت كمان لو وصلت له يبقى قول له، او قول له يفتح موبايله، قول له عمو اكرم بيقول لك عيب يا ابو علي، افتح الموبايل. ده وعد؟ ده سعد، صدقني. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهبل اهبل بنظاره. كنت عارف انك جاي، كنت مستنيك. انا عارف انت عايز تقول ايه من ساعة اللي حصل، وانا مفيش غير كلامك في وداني. ليه كده يا زكي؟ هنت عليك العشرة، هن عليك ظهر اللي سلبته لك تضربني فيه. 10 سنين اخوات ومدين ايدينا مع بعض على الحلوة مرة، في لحظة اسلمك. مش جاي عشان كده يا زكي، انا جاي اطمن على اخويا وحبيبي واقول له عدت. بس كان الأكبر مننا بيقع يا أخي، يعني روح فين الدنيا دي؟ لازم يا ابني نوقع بعض ونغلط عشان نعرف غلطنا، بس اللي يقف على رجلي تاني لازم يشد صاحبه ويوقفه على رجله معاه. الدنيا مش مستاهلة أوي. يعني انت مسامحني؟ ربك اللي بيسامح. ورديتي، شفتي ماما عملت لك ايه؟ عملت لك الشوربه اللي انت بتحبيها. افتكرتك كبرتي يا ورده، اديكي لسه يا ضنايا صغننه. ما كنتي صغيره يا ورد كنت اجي اشربك الشوربه تشبطي في الطبق، تقولي لي لا يا ماما انا عايزه اشرب لوحدي. اشربي لوحدك ازاي يا بنتي؟ هتدلدقي على روحك وهدومك هتتوسخ. بسم الله الرحمن الرحيم. طول عمرك كده يا بنت قلبي، ما تخطيش خطوه مع حد الا ويسيبك. حسن
أمك لما ربنا اختارها، حتى أبوكي نصيبه وأكل عيشه إنه يسيبك ويبعد عنك. بداية مش مبشرة، مواعيدك مش مظبوطة يا حسن. معلش وبتعال متأخر بعد كده عشان ما تزعلش. ايه ده؟ مش الواد ده بتاع المينا؟ ايه اللي جابه هنا؟ معانا في العملية. نو واي. ايه اللي جرى لك يا حسن؟ ما لقيتش غير ده؟ وماله ده؟ مش ده اللي جيت له قبل كده لما احتجته؟ على فكرة أنا ما بوجهش ليك الكلام خالص. ده ما ينفعش نثق فيه. اللي باعك مرة ممكن يبيعك مرة تانية. حسن أنا بتكلم لمصلحتك. مالكش دعوة بمصلحتي، خليك في نفسك. واو. إيه ده؟ إيه ده؟ خدامك يا باشا، أني عبد المعطي شلش، صاحب حسن وحبيبه وبيره الغويط اللي بيشيل فيه سره لآخر يوم في عمره. صاحبه. حسن دي عملية قتل. مش عيد الهالوين وجميع اللي فيه صحابك. بعدين ده شكله مدهول ومايع. بقول لك ايه؟ العملية دي محتاجة رجالة. ربنا يسامحك يا باشا. جربني بس وحياة السيد البركوتي انا مش هخذلك ابدا. بركوتي؟ ده بتاع الاهلي؟ ايه؟ وانت ما تعرفوش ده ولي من اولياء الله ومفيش حد قصده ورده خيبان. بس يا عبد المعطي. بالله اكرم بيه ان احنا جاهزين. شكلكوا هتودونا بداهية. أكرم بيتصرف معاكوا. خد ده المفتاح بتاع عربيتك من هنا ورايح. جاتكوا نيلة، جاتكوا نيلة، جاتكوا نيلة. ايه في الباب؟ أنا جاي عشان أشكرك. تشكريني؟ أنتي مين؟ فاكرة البنت اللي وقعت في مدخل العمارة؟ أيوه افتكرتك. أنتي اللي وقعتي في مدخل العمارة وأنا سندتك مش كده؟ أهلا وسهلا، اتفضلي. اتفضلي أهلا وسهلا. أنتي جريتنا في العمارة بقى ولا إيه؟ اتفضلي. ده جوزي وبنتي. تعالي تفضل. انا حامل. مش فاهمة، حد قالك إن هنا عيادة نساء؟ أنا حامل من جوزك. اطلعي بره. Thank you.
انتي تعالي. تعملي كده؟ راجل متجوز وانتي عارفة ايه؟ واخدة الموضوع تحدي؟ بتجربي حاجة جديدة مثلا؟ ازاي تخلي بني ادم يستغلك بالحقارة دي؟ يديكي هدايا؟ لبسك وهيئتك بيقولوا انك بنت ناس، وعدك ينجحك في مادته؟ اكيد انتي فاهمة ان مش ده التمام. شايفة؟ ودي مراية، ودي مراية، وفي كل حتة في البيت ده هتلاقي مراية، علشان كل ما يمشي يبص لنفسه، علشان ده ما بيحبش غير نفسه. ليه تعملي كده؟ ليه تبهدلي نفسك علشان خاطر بني آدم حقير زي ده؟ ليه؟ اوعى تكوني فاكرة اني ضربتك ولا بزعق علشان غيرانة على جوزي، بس انا عارفة وعارفة كل وسخاته. اوعى تكوني فاكرة انك اول واحدة ولا بيحبك، لا في كتير قبلك، وانا اللي كل مرة بلم من وراها. انت عندك كام سنة اصلا عشان تعملي كده؟ ازاي تبهدلي نفسك واهلك علشان خاطر واحد سافل زي ده؟ انت صغيرة يا غبية، صغيرة على كده. خدي نمرة العيادة دي، الدكتور ده مش أول مرة يتعامل معايا، متعود اني ابعت له البنات اللي البيبي يضحك عليهم. اول ما تنزلي من هنا انا هكلمه وافهمه على كل حاجه. ما تتكلميش معاه كتير، ما تديلوش فلوس حتى، انا هتكفل بكل حاجه. بس بليز بليز مش عايزه فضايح، يلا عشان ما تتاخريش وتروحي له لنادي. عندي شويه حاجات لازم اخلصها، وعديت على البيت اشوف اهلي. ما بتردش على تليفوني، كلمتك 50 مره بتقفل عليا. ايه مشغول؟ مش قادر ترد ولا مره؟ ترد تقولي في ايه؟ بتعمل ايه؟ ما ترد عليا. هو في ايه؟ فيني خايف عليك. خايف عليا؟ ما تبطلي بقى تمثيل. هو انت فاكراني عيل صغيره اصدق الكلمتين اللي بتقولهم لي؟ انا عارف انا في دنيتك قد ايه. انت كل حدك شغل والباشا ودنية الباشا، الدنيا اللي جننتك وهوستك بالمناظر والفلوس والده، الدنيا اللي خلتك تبيعي نفسك للي هيدفع اكتر، اكرم والباشا وغيره وغيره. ده انت حتى بعتي نفسك للي ما بيدفعش فلوس. بطلي بقى تمثيل عليا، كفايه. الدنيا اللي انت بتتكلم عليها دي انا اقدر دلوقتي ادوس عليها برجليا. واه يا حسن دست عليا، بس انا ما كنتش اتوقع ان انت تدوس عليا.
على فكرة لما كنت بزن عليك في التليفون كنت عايزة أقول لك إن في واحد جه سأل عليك اسمه دكتور علي، جالك مخصوص من اسكندرية، كان عايز يعرف عنك أي معلومة، بس أنا ما قلتلوش حاجة عشان مش عايزة شوشرة. المهم إن تكون سفريتك طمنتك على ورد. ماشي يا بابا، يلا انا لما اخلص شغل هكلمك. باي باي. انت مين؟ انا الدكتور علي. انا دكتور علي مين؟ زميل في الجامعه؟ الحمد لله انا مش زميل واحد وسخ زيك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ وايه اللي بتخرج عليا كده؟ داخل عشان اقول لك انك واحد كلب ووسخ وحيوان. احترم نفسك. لا مش هحترم نفسي. اما انا مين؟ فانا جاي اقول لك اني علي زميل سميه، اكيد انت عارفها. سميه انا ما اعرفش حد بالاسم ده. عارفها سميه؟ واحده من الطالبات اللي بتضحك عليهم وتستغلهم جنسيا. سميه اللي حلمت منك وسقطت روحي النهارده. سميه اللي قابلت مراتك وعرفت حقيقتك الوسخه. انت عارف فرق السن بينك وبين الطالبات اللي بتضحك عليهم؟ انت اكيد مجنون. انا هطلب لك الامر. انا اللي هطلب الامر. واقول رئيس الجامعه قد ايه انت وسخ وحيوان يا واطي. انت اكيد مجنون. بره يا عم. انا مش مجنون، انا هتجنن. هتجنن. انا مش هحاسبك ولا هعرف مين اللي هيحاسبك. دول طالبات. أنا آسفة يا باشا، يظهر إن أنا تعبانة شوية ولا أخدت دور برد ولا حاجة. إيه ده؟ أنت لبست؟ مش أنت متعود إن أنا ألبسك؟ وبعدين أنت مش هتستنى البادي جاردز والسواقين بياخدوك ولا إيه؟ لما بكون عندك ما بيكونش معايا البودي جاردات. أنت نسيتي حاجات كتير. إيه؟ مالك؟ فيكي إيه؟ انت مش معايا خالص من الاساس. ما انتش معايا، انت بقيتي صوره. بص لنفسك، بقيتي صوره من غير روح. شايفه؟ ودي مش اول مره، عملتيها قبل كده كتير. انا اسفه بس انت عارف بقى السبا وكده من ساعه ما فتح ومشاكل وشغل كتير، ويمكن الحاجات دي موتراني تعباني فمأثر عليا شويه. حقك عليا. عارفه يا ذكرى، انا اخترتك وحطيتك في المكانه اللي انت فيها دي ليه؟ عشان فيكي حاجه مختلفه. عارفه ايه هي؟ انك ليا لوحدي. ليا لوحدي. انا اول راجل في حياتك
أنا أول واحد لمسك. هو زي ما أنا يا باشا، أنا لوحدك. عارف يا حبيبتي، عارف. بس أنت عارفة إني ما أحبش حد يشاركني في حاجتي. وإيه اللي حصل بس يا باشا في كل ده؟ لا 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 لا، ما حصلش حاجة. باي. بتدور عليا ليه؟ انت حسن الرشيدي؟ ايوه حسن. عمال بتسأل كل الناس ليه عليا؟ انا علي السيد، الدكتور علي السيد. اشتغل في المستشفى اليوناني في اسكندريه، اكيد انت عارفها. والدتك كانت بتيجي تتعالج عندنا. وكمان محفظينك تقول ايه؟ انت مين اللي بعتك يا الباشا ولا عادل؟ انت؟ محدش بعتني، انا جاي عشان ارجعك اسكندريه. عايز نرجع اسكندريه ليه؟ ورد. ورد؟ وانت تعرف ورد منين؟ حضرتك ورد في حاله غيبوبه، او ممكن تقول حاله تجمد. هي حاله غريبه على الطب، والحاله دي صابتها بعد انت ما سبتها ونزلت مصر، ومش هترجع الا لو رجعت ليها انت. ما اقدرش. ليه؟ ازاي؟ ما ينفعش. او زي ما تقول مش عايز. ما بقاش ينفع خلاص. وورد وحياتها وحبها ليك. حياتها وحبها؟ بص كده حواليك على الاشكال دي، تفتكر دي مناظر يفرق معاها الحب والحياه والكلام الفاضي ده؟ وانت حبيتها ولا ايه؟ لا لا، بس انت بتقول انت دكتور ومستشفى وجاي من اسكندريه لحد مصر ورايا وعمال تدور عليا وكل ده عشان شغلك؟ لا طبعا، انت اكيد واحد بيحبها حتى لو مش ليك. الكلام اللي بتقوله ده مش صح. انا ما اعرفش عنها اي حاجه عشان احبها. انا مش عايز اي حاجه لنفسي، انا بس عايزها ترجع تعيش. مش عايز اي حاجه، حتى اسال مدام ذكرى. انا قلت لها كل حاجه. كل حاجة؟ يا نهار أبيض، ده أنت بتحبها بجد؟ وأنت بقى إيه اللي عرفك إن حياتها واقفة على رجوعي؟ الحالة اللي فيها ورد حالة نفسية، زي ما قلت لك رجوعك ليها هيرجع ورد تاني للحياة. وليه مش العكس؟ ازاي؟ ليه ما تقولش ان رجوعي ليها هيوسخها بدم الناس اللي هيموتوا؟ واولهم انت. ما انت بعد اللي شفته مش هينفع تعيش. زكي خدوه على جوه. حسن انا مش عايز اي حاجه، بس ارجع الورد. ارجع ليها يا حسن. صباح النور. معلش استاذنك، بس بيت رشيدي فين؟ الله يرحمه. على ايدك الدور الثاني على ايدك الشمال. شقه دي؟ ايوه. شكرا. خلاص يا امين، انا سايب المحطه لوحديها.
ما انت طول عمرك قاعد في المحطه عملت شوف يا ناديه مين على الباب. تعالى اقعد جنبي هنا. هادينا قعدنا يا ست. اتفضلي قولي عايزه تقولي ايه. بص بقى بصينا اسمعني. ايوه حضرتك بتسالي على حد؟ شوفي هي وردة مستكنة هنا؟ لا هنا اتفضل. اصلا انا جاية اطمن على ورد. ماما واحدة جاية تسأل على ورد. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وانتي حضرتك صاحبة ورد؟ لا انا بشتغل في دار نشر ومعظم شغلنا بنطبعه في المكتب اللي بتشتغل فيه ورد. بصراحه لما رحت اسال عليها اتفاجئت بحكايه مرضها فقلت اخد العنوان واجي اطمن عليها بنفسي. فيكي الخير. ميرسي. تعالي اتفضلي تشربي ايه بقى؟ ميرسي ربنا يخليكي مفيش داعي. لا لازم تشربي حاجه. اعملي حاجه للضيفة يا نادي. حاضر يا ماما. اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي. يا حبه عيني يا بنتي. أنا على الرقدة دي من ساعة حسن ما سافر. أنا إذنك دي ألو